هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ يعني الإنسان بعد وفاته هل يجوز يقرأ له القرآن ويوهب للميت ولا ما بجوز؟ الإجابة عند العلماء إنه ما بجوز أن يوهب أو أن يوهب القرآن للميت، ما بجوز. ليه؟ لأنه ما ثبت دليل إنه القرآن بيصل للميت، يعني أنت تقرأ وتهب ثواب ما قرأت للميت، ما في دليل على الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي أعمال تانية ممكن تصل للميت لأنه جاد بالدليل، زي العمرة بتصل والحج بيصل إلى الميت، والصدق عنه والدعاء والاستغفار هذه تصل إلى الميت لأنها ثبتت بالأحاديث. أما قراءة القرآن فما ثبتت بأي دليل.